بلدكم مصر عمرها ما هتخلى ابدا عن اهلها، ولا هتسيب ضرر الا لما ترفعه، ولا مشكله لما تحلها. وده دورنا، ده موضوع ما بنعملوش لحقكم، ان احنا نيجي هنا لحقكم، ان احنا نطمن عليكم لحقكم. كلمات طلعت من قلبي عشان توصل لقلب كل المواطنين. انا كنت في ازمه يا جماعه، انا كنت في ازمه وبعت استغاثه ان هو يلبي لي استغاثتي، فربنا يعينك فعلا على حكم مصر. هو الرئيس طبعا بعت له استغاثه، الرئيس طبعا شرفنا بزيارته السعيده لينا يا ربي، وحياه كريمه على طول بدات والحمد لله. حددت لي بيتي لان بيتي كانت عباره عن ركام مردوم نهائيا، طبعا ما ينفعش اعيش فيها، هدوها. وهو زي ما انتم شايفين وقالوا لي ووعدوني انها في اقل من 10 ايام ان انا هكون في بيتي. ربنا يعينك يا ريس، ربنا يخليك يا رب، ويبعد عنك ما يسمونا باعداء النجاح. إن احنا نيجي هنا لحقكم، إن احنا نطمن عليكم لحقكم.